هذا البرنامج برعاية مشاهدينا، برحب بحضراتكم مرة تانية في صحتك. الحقيقة أنه في فترة المراهقة وما بعدها ساعات بيظهر لنا ما يسمى بحب الشباب. طبعا دي مشكلة يعني مؤرقة جدا وبينتج عنها أثار نفسية سيئة للغاية. النهاردة هنتعرف على طرق الوقاية من حب الشباب وإزاي نقدر نعالجه وكمان نوصل لمراحل تجميلية كمان، يعني تخفي كل الأثار الخاصة بحب الشباب. بيسعدنا وشرفنا يكون معانا في الفقرة دي الأستاذ الدكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الجلدية والتناسلية والعقم طب القاهرة. اهلا بك يا دكتور، منورنا. اهلا بك، سعيد بوجودي معاك. اشكرك جزيلا. يمكن الموضوع النهارده مهم لدرجه كبيره جدا. تمام. كلنا تقريبا اتعرضنا لحب الشباب. تمام. ايه هو بقى التعريف العلمي لحب الشباب؟ طبعا بشكر حضرتك على اختيار الموضوع. اشكرك في الاعداد طبعا، والكلمه اللي حضرتك قلتيها هو شائع جدا لدرجه ان تقريبا معظم الناس لازم تكون اتعرضت له في فتره من فترات حياتها باسباب مختلفه، زي ما حضرتك تفضلتي قلت العمر برضو ممكن يبقى له جزء في الموضوع وحاجات تانية كنا بنتكلم عنها قبل التسجيل. فحب الشباب هو عباره عن حبوب بتظهر في بشره الوجه او الكتفين او اعلى الصدر او الظهر، وتتفاوت في حجمها من انها تكون لها رؤوس سوداء اللي بنسميها الرؤوس السوداء، اللي هي بداية الحب الشباب، اللي هي غدة دهنية مقفولة فيها الإفرازات الدهنية متجمعة، دي البداية ومش راضية تخرج. بعد كده في نوع من البكتيريا بيعيش على سطح البشرة بتاعتنا طبيعي، لما بتبقى فيه الدهون دي زيادة يبتدي ينمو عليها، فيحول الغدة الدهنية المنتفخة بالمواد الدهنية دي يبتدي يحولها إلى مرحلة تانية، مرحلة التهاب بقى اللي هي بقى العيان أو العيانة، تحس إن في احمرار، في ساعات لها راس بيضة، اللي هي مرحلة الالتهاب. يبقى في مرحلة الانسداد أصلا اللي هي تراكم الدهون جوه الغدة الدهنية بتاعة الوجه أو الكتف أو الظهر أو أعلى الذراعين أو الأماكن اللي فيها شعر عموما، ساعات بتظهر تحت الإبط برضو، وساعات بتظهر في منطقة العانة، وساعات بتظهر في منطقة الصدر عند الرجال اللي فيها شعر، المناطق المشعرة عموما. دي المرحلة الأولى اللي هي انسداد الغدة الدهنية. بعد كده البكتيريا اللي بتعيش على سطح الجلد الطبيعية بنحط تحتها خط عشان نطمن الناس إنها مش معادية، إن دي مش معنى إن فيها بكتيريا إن هي اتعادت، لأن دي برضو من ضمن الأسئلة الشائعة أو الأفكار الشائعة الخاطئة الكتير. بتطلع عليها نوع من البكتيريا اللي هي طبيعي موجودة على جلدنا، بس بتتراكم مع تراكم الدهون، بتزيد عن النسبة الطبيعية، تعمل الحبوب الملتهبة دي. قد تنتهي بقى هذه الحبوب بأثار، الأثار دي ممكن برضو تنقسم إلى أثار مجرد بقع أو لون أو أثار حفر في الجلد. دي اللي هي الملخص المبدئي بتاع حب الشباب. طيب. الشكل، الوصف الشكلي له. ده بقى بيرتبط بمواسم معينة مثلا؟ هو بيرتبط بأعمار معينة زي ما حضرتك قلتي، وبيرتبط بمواسم معينة، وبيرتبط بمرضى معينين، وبيرتبط بحاجات البنت أو السيدة بتعملها ساعات من غير ما تحس تزوده. إيه بقى؟ يعني إحنا كستات بنعمل إيه في وشنا يخليه يطلع حبوب؟ أول حاجة يعني إحنا زي ما قلت لحضرتك قبل التسجيل، عايزين الحلقة دي تبقى فرصة إن إحنا نتخلص من أفكار شائعة جدا وخاطئة جدا بقدر ما هي شائعة. يعني شائعة جدا لدرجة إنها يعني صعب جدا إن إحنا نتخلص منها في حلقة. من ضمن الأفكار، من الحاجات الأساسية اللي هي كتير من السيدات والبنات مؤمنة بيها، إن لازم تحط على بشرتها كريم قبل ما تنام. حكاية كريم النهار وكريم الظهر وكريم الصبح وكريم بالليل دي دي جزء من حياتها، زي عشان ما حسش بتأنيب الضمير. أيوة. برطب وشي أهو كده. وطبعا عشان ما تحسش بتأنيب الضمير يستحسن كمان يبقى الكريم مستورد وغالي طبعا، فكده ساعتها تحس بقى ضميرها مستريح جدا. يعني أنا بحط بكريم من الغالي. مش كل الأنواع البشرة تحتاج كريم مرطب بالليل أبدا، ده مفروض ما تحطش كروتين. يعني الروتين ممكن غسيل الفرشة بالأسنان، غسيل الوجه بالمية والصابون، ده عكس ما احنا فاهمين. تمام خالص. في بشرة تبقى لما نحط لها كريم ترطيب، كريم الترطيب يضرها جدا وهو اللي يبدأ معاها الحبوب. طب واحنا نعرف ازاي؟
نوعية البشرة، في البشرة المختلطة دي بتبقى هي دي النوعية مشكلة شوية، بتبقى في منطقة بنسميها التي زون اللي هي المنطقة دي بالأنف، دي منطقة دهنية عموما، لكن في منطقة مثلا حوالين الفم بتبقى جافة، تمام؟ وساعات الجفاف ده بيبقى راجع للأنيميا. فالبنت أو السيدة لما تلاقي بشرتها جافة، كل اللي بنطلبه منها دايما تتعامل مع بشرتها مع دكتور أمراض جلدية، بس ده اللي بنطلبه منه، مش في عيادة تجميل. لا مش مفيش ولا كوافيرات ولا مراكز تجميل، مع شديد احترامنا ليهم. يرجع تاني مراكز التجميل أو الكوافيرات إلى مهنتهم الأساسية المحترمة جدا اللي هي مش ممكن نعيش من غيرهم فيها، اللي هي قص الشعر ووضع المكياج وبس. أي حاجة تعامل مع البشرة يا فندم، يعني دي أهم رسالة من أهم الرسائل اللي بنوجهها من خلال الحلقة دي، أي حاجة في التعامل مع البشرة لازم من خلال دكتور أمراض جلدية. يعني يا دكتور لو عملت تنظيف بشرة في مركز تجميل والكلام ده غلط؟ غلط غلط تمام. وهو ده أكتر حاجة، أكتر حاجات حضرتك قلتي لي إيه الحاجات اللي بتجيب لك حب الشباب في العيادة. أكتر حالات بتجيلي في العيادة فيها حب حبوب اللي عملت تنظيف بشرة، اللي عملت إزالة شعر بالسويت أو بالشمع أو في مراكز التجميل ديت، اللي عملت تنظيف بشرة، اللي حطولها ماسكات للبشرة، وبخصوصا لما تكون بنت عروسة بقى وفضلها يعني أسوأ حاجة قوي. تبقى فضلها أسبوع أو أسبوعين على فرح، فتقولي رحت عملت تنظيف بشرة عند مركز تجميل لبناني ولا مش عارف إيه وناس شيك قوي وبتاع وكل حاجة، لكن هما مش دكاترة. التعامل مع البشرة عاوز دكتور. البشرة دي عضو من جسمنا، احنا بننسى دي. احنا بنحس انه يعني احنا اللي ممكن نتعامل معاها عادي. لما يجي لي بطني بتوجعني لازم اروح لدكتور باطني، لما عيني ببقى مش شايف كويس لازم اروح لدكتور عيون، ما بتعاملش انا معها مباشرة خلاص. لكن البشرة احنا ما بنحسهاش كده. الجلد عضو من الجسم، هو اكبر عضو في الجسم، وهو عضو الحماية الاول للجسم ضد البكتيريا والميكروبات، وهو له وهو عضو كمان بيفرز فيتامين د، يعني هو عضو من اعضاء الجسم. كونه انه ظاهر لنا بره على السطح كده مش معنى كده ان احنا نهمله او ما نهتمش بيه. لا بالعكس، ده مرآه الجسم كله. فيبقى اذا اكتر حاجه تعمله وضع الكريمات بدون استشاره طبيه، حتى لو الكريم غالي. تنظيف البشره او زي ما حضرتك قلتي، او ازاله الرؤوس السوداء. في برضو حاجة بيقولك تروح للكوافير أو مركز التجميل أو أي كان اسمه، أو طبعا بيوتي سنتر، تمشي مع عقدة الخواجة المنتشرة يعني يقول عليه بيوتي سنتر دلوقتي، إن أروح أتخلص من رؤوس السوداء يقعدوا يضغطوا لها عليها ويفضلوا. طبعا دي كارثة، وحط وشي الحمام بخار، وعشان كارثة البخار كارثة. شفتي يا جماعة احنا كلنا بوظنا الدنيا. الحبوب ليه؟ هي دي. لان يا جماعة احنا مش بنفضي اسف كيس نايلون، لا دي غدة لازم نفرس نعرف هي تسدت ليه، ايه الدوافع الداخلية اللي خلاها تتسد، وايه اللي خلى البكتيريا تنمو عليها. انا مش مجرد بروح كيس مليان دهون بروح افضيه في مركز تجميل، لا انا لو اروح لدكتور اقول له الحبوب دي طلعت ليه بقى، لان ساعات الحبوب دي يكون كمان دلالة على حاجة داخلية. هنا مركز التجميل هيعرف مش هيعرف، مش هيعرف حاجة. يعني أنا لو حابب أن أنا أعمل تنظيف بشرة، أي تعامل لا يوجد طبيا ما يسمى بتنظيف بشرة. تنظيف البشرة الوحيد المسموح به طبيا هو أن البنت أو السيدة تغسل وشها بالمية والصابون الدافي، بأي صابون بس. الصابون اللي في السوبر ماركت اللي مش غالي ده ابو 5 و6. عندي حالة ذهول. طبعا اشرف حضرتك متابع مواضيع مراكز التجميل، ده بزنس، دي كارثة. يعني ممكن نبقى نعمل حلقة على كوارث مراكز التجميل، لان حضرتك انا بتكلم بصورة طبية بسيطة جدا. الجلد ده عضو من جسمنا ولا حاجة زي الترابيزة دي؟ ده طبعا ده عضو من جسمنا. فعندي نقطتين. النقطة الاولى انه جايز في مرض في الجلد خارجي عندي يمثل حاجة داخلية، طبعا دي لازم الدكتور اللي يشوفها ويحددها. الحاجة التانية ان ممكن انا اعمل تصرف في الجلد ده ممكن يضر البنت او السيدة. من ضمن الامثلة مثلا ممكن الحبوب دي تظهر مع زيادة في نمو الشعر في الوجه او الجسم، وممكن تكون مصحوبة بتساقط في شعر الرأس. ممكن واحدة دي ثلاثية كده نفتكرها، تساقط شعر الرأس، زيادة الشعر في الوجه او الجسم عند السيدة، حبوب في الوجه او الجسم، دي ثلاثيه. ممكن واحده او اثنين او الثلاثه يبقوا موجودين او واحده بس منهم. دول ليهم دلاله بقى، دول لهم عليك تمام. دول لهم دلاله هامه جدا ان السيده دي عندها نسبه الهرمون الذكري الى الهرمون الانثوي فيها اضطراب، فلابد من علاج دي اصلا الاول.
يبقى لابد يبقى اللي هيقرا ده مين الدكتور. انا بسمي الدكتور الشاطر زي المترجم. واحد بيتكلم دلوقتي معانا باللغه الصينيه احنا مش فاهمين منه حاجه، المترجم بقى هو يكلم يحول الكلام الصيني ده لكلام عربي زي الكلام حضرتك. فالدكتور الشاطر يشوف مثلا، يشوف بنت تقول لي مثلا انا ابتدت تطلع لي حبوب في وشي او في ظهري، ولاحظت كمان ان في الكام شهر الاخرانيين الشعر مثلا بتاع وشي زياده الشعر مش المقصود بيها انه يزيد في المساحه، ممكن يزيد في المساحه او في السمك او في اللون او في معدل الازاله. تقول لي كنت بشيله مره في الشهر دلوقتي بشيله مره كل اسبوع، دي زياده، دي حاجه مرضيه. فالبنت لما تقول لي في حاجتين دول او معاها تساقط في شعر الراس لازم نعمل لها تحاليل ونعمل لها سونار، جاهز عندها تكيسات في المبايض، جاهز عندها اضطرابات في الهرمونات. فما نتعاملش مع الجلد او البشره سطحيا او ظاهريا، لا احنا دايما نفتكر ان العضو ده زيه زي الكبد زي الكلى. احنا ما بنروحش مثلا البيوتي سنتر دي عشان نعالج الكبد بتاعنا، لا بنروح دكتور كبد بقى. يعني انا بشكر حضرتك انك في سياق الكلام كده النهارده يعني رحنا للنقطه دي، لانه فعلا في بنات كتير جدا بتدفع فلوس كتيره جدا على موضوع تنظيف البشره بدواعي ان انا بتخلص من اثار حب الشباب، بنظف بشرتي، بشرتي بتطلع رايقه وبيضه وناعمه، ده ملوش علاقه. ممكن يكون وقتي ايام يوميها لكن على المدى البعيد بيزود انسداد الغدد الدهنيه ويزود حب الشباب على المدى البعيد. لان دي مسام بتخرج منها افرازات دهنيه. البخار بيعمل ايه؟ البخار ممكن يكون بيسخن البشره فبيعمل شويه تمدد للماده الدهنيه تخليها تطلع لبره شويه. تمام. لكن في الوقت نفسه هو بيسد المسام بتاعه البشره لانه بيقفلها لانها سخنت واحمرت فبتقفل. بعد كده البنت بتحس انها راقت يوميها. تقول لي بس مش عارفة ليه بعدها بأسبوعين أو ثلاثة الرؤوس السوداء زادت أكتر. فتروح لحمام البخار تاني. ما هي دايرة مش هتخلص، دايرة مفرغة. فدي من الحاجات المهمة قوي في أسباب حب الشباب، اللي هي الأسباب اللي زي ما حضرتك قلنا قبل الحلقة، وبشكرك على الفكرة دي، إن إحنا ركزنا في أسباب حب الشباب على الأسباب اللي هي شائعة جدا في المجتمع عندنا الفترة دي. طيب أما بتطلع لي حباية انا يعني تلقائيا بحط ايدي عليها ده فعلا هو اللي بيخلي يبقى ليها اثر بعد كده في وشي او كتفي او اي مكان. اللي حضرتك قلتيه ده تشخيص طبي. في حاجه عندنا في الانجليزي، احنا الطب عندنا بالانجليزي، بس الحكايه اللي حضرتك بتقوليها دي الوحيده اللي بتتكتب تشخيصها بالفرنساوي، لانها اول ما واحد وصفها كان فرنساوي، اسمها اكني اكسكوريه، يعني الحبوب المتقشره او الملعوب فيها. تلاقي بتحصل في البنات بالذات اللي هم في سن المراهقه او الاكبر شويه. البنت بتبقى نوعيه البنت دي بتبقى اريتابل شويه او نيرفس شويه، اول ما تطلع لها دي ما بتبقاش طايقاها، تحب تلعب فيها وتشيلها بسرعه. فبتيجي البنت ما عندهاش ولا حبايه في وشها، بس وشها كله بقع بقع. دي صوره من صور حب الشباب، البقع بس، يعني ما تلاقيش حبايه عند البنات دي. اسمها اكني اكس كوريه، اللي هو الحبوب المتقشرة أو اللي هي متشالة، وبيبقى غصب عن المريضة زي ما حضرتك قلت. يعني أول ما تحس كده تحس إنها عايزة تحط إيدها عليها، تحط إيدها عليها إيدها، تلاقي إيدها بتروح عليها. طبعا ده بيزود الأثر بتاعها. طبعا اللي بيزوده أكتر بقى لو راحت قالت لها طب تعالي نعمل تنظيف بشرة عند البيوتي سنتر، بقى تبقى خلاص عرفنا الكارثة، هتزيد أكتر بقى. لأن زي ما قلت حضرتك إحنا المفروض بنعمل تحاليل وقد نعمل أشعات، والعلاج بتاع الامراض الجلديه، واحنا ان شاء الله هيبقى في سلسله من الحلقات عن الامراض الجلديه هنقول حاجه مهمه قوي ونكررها في كل حلقه، الامراض الجلديه 100% منها لازم تعالج، بالاضافه للعلاج الموضعي لازم علاج دوائي كمان. دي اللي الناس مش فاهمه، الناس متصوره طالما برضو من ضمن الافكار الشائعه حط الكريمات حاجه على الجلد بحط لها كريم بس كده. لا، الجلد مفيش مرض في الجلد إلا لما لازم المريضة بيتكتب لها حبوب أو حقن كمان وبيتعمل لها تحاليل. طب أسأل سؤال تاني يا دكتور، في مثلا براندات كده للشامبوهات والكريمات والكلام ده ينزل مجموعة كاملة يقول لك دي لعلاج حب الشباب وحبوب البشرة، يبقى كريم ومعه غسول ومعه مش عارفة تونر وحاجات كده مجموعة، يعني الحاجات دي مؤثرة؟ ده نصب طبعا. نصب. طبعا ماركات عالمية وشهيرة جدا ده بيبقى نصب. هناك عندهم ما عندهمش المشكله اللي موجوده عندنا، احنا عندنا هنا مشكله هو عدم التمييز بين ما هو تجميلي وبين ما هو علاجي. هناك هم عارفين الحكايه دي كويس، يعني عارف البنت اللي بتجي لها حب شباب بتروح للدكتور على طول،
لا عندهم بقى طب بديل ولا حجامه ولا اعشاب ولا الكلام الفارغ ده كله، فهم مريحين نفسهم من الكلام الفارغ ده. اللي بتجيب الحاجات دي بتجيب ايه الفرق بقى بين حاجه علاجيه وحاجه غير علاجيه؟ لان دي نقطه مهمه قوي ومهمه مرتبطه بموضوع وهتتكرر في مواضيع الجلديه بالذات. الفرق انه الحاجه العلاجيه دي مسؤوليه الدكتور، يعني لو كتبت دواء غلط لمريضه ما لازم ترجع عليا وعمل لها مشكله تعمل لي مشكله. كل ما هو غير علاجي دي مسؤوليه اللي بتجيب، يعني هي راحت اشترت حاجه غاليه جدا فرنساوي ولا ايطالي ولا الماني ومكتوب عليها انها بتعالج حب الشباب من الصيدليه او تي سي اللي بنسميها اوفر ذا كاونتر اللي هي من غير وصفه طبيه، هنا هي مسؤوليتها هي طبعا، يعني عملت لها حرق في وشها ما شالتش حبوب الشباب غرمت فلوسها على الفاضي ولا حاجه. هناك بقى ميزين النقطتين دول عن بعض، لو ميزنا بينهم خلاص، يعني دلوقتي انت لما تروحي للدكتور انت بتبقي في مسؤوليه الدكتور دوت، كتب لك حاجه يبقى هو مسؤول انه يخففك، لكن انت بقى بتروحي من نفسك لبيوتي سنتر جايب لك بقى ايه تونر وكريم للنهار وكريم للظهر وكريم للعصر وكريم بالليل وغسول مش عارف ايه وتونر بعد الغسول وتونر بعد الغسول وتونر بعد المكياج وتونر بعد المكياج وست كده على بعض، خلاص انت مسؤوليتك انت بقى. تيجي لي بقى البنت وشها ملتهب عندها حبوب، اقول لها خلاص طب يعني نعمل ايه؟ مش في بند بيقول القانون لا يحمي الايه؟ المغفلين طبعا. طيب يعني احنا كده متفقين ان كل ما يخص البشره ده لدكتور الجلديه. لازم طبيب جلديه فقط. انا عايزه وشي يبقى صافي ورايق وما فيهوش حبوب. ايوه. ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها اتجنب بيها انه يطلع لي حب الشباب؟ اول حاجه اللي احنا قلناها ان احنا ما نحطش اي حاجه على وشنا مهما كانت غاليه. وفي نقطه ثانيه مثلا تبص تلاقي الواحده مثلا عندها حبوب قد كده. تقول لي مع اني بحط حاجات طبيعيه بحط ترمس وحلبه وزبادي وبيض الماسكات وعسل. حتى اللي هي بتعمل في البيت ما هي الماسكات الطبيعيه بتقول لي معناها طبيعيه. احنا هنا مش بنتعامل مع حساسيه جلد، احنا هنا بنتعامل مع انسداد مسام. في فرق. لو هي مثلا انا بقول لها الحساسيه اللي عندك ديت والالتهاب اللي عندك ده ناتج من الماسك، فتقول لي لا انا حاطه ماسك زبادي طبيعي، الزبادي هيعمل لي حساسيه ازاي؟ انما الزبادي هو طبيعي فمش هيعمل حساسيه، لكن يعمل ايه؟ يعمل انسداد في المسام. حتى لو طبيعي هو طبيعي مش هيسد المسام، ليه؟ ما هي ماده دهنيه برضو. صح، ما هي نفس الفكره. فكتير قوي من البنات احنا بنجود بقى، نحط بنجود. عسل على الزبادي على بيض على مش عارف ايه وصحتك من الطبيعه والكلام الفارغ ده كله. احنا بس كل اللي بنقوله ان التعامل مع البشره يبقى زيه زي ما بنتعامل مع الكبد زي مع الكلى زي مع القلب. طب ما في واحده تقول لي يعني انا عشان اروح انقي كريم احط ارطب بيه بشرتي لازم اروح اعمل زياره للدكتور؟ ما هو انا ممكن اسال الصيدلي مثلا. تمام، ما هو دي نقطه مهمه، ده سؤال حلو ومنطقي جدا، بس هي بقى لما تفكر في الحاجات اللي بتحدث وهتروح للدكتور برضو هتروحي بس بقى من الاول وشها ملتهب وعلى وش جواز، يعني دايما بيجي لي البنات بيبقوا صعبانين عليا جدا. صح، تيجي لي البنت بتقول لي ده فاضل على فرحي اسبوع، رحت عملت تنظيف بشره وشي كله ضرب حبوب. دي تقريبا 90% من البنات اللي معظمهم هيبقوا داخلين، مع ان مركز شيك قوي وستات شيك قوي والالات انا واخدها، بس هي الموضوع مش موضوع نظافه بس عدم نظافه، لا موضوع تعامل خطا مع البشره. طيب ازاي بقى الحبوب دي بتاثر على نفسيه المرضى وخصوصا البنات؟ هي بتاثر في الاتجاهين للاسف. يعني الحبوب دي نفسها لما بتطلع بالنسبه للبنت بتبقى حاجه قاتله، يعني بتاثر عليها اجتماعيا وبتتحسب بره محسوبه، يعني بتعمل ابسنس او غياب عن العمل ايام كتيره جدا جدا، خصوصا عايزه تختلط بالناس خصوصا اللي هم المهن اللي فيها تعامل مع الجمهور، مذيعه، مضيفه، موظفه في بنك، كل الناس دولت بتبقى عذاب بالنسبه لها ان هي تبقى طالعه لها الحبوب دي وحاسه ان كل الناس بتبص عليها، ويمكن بره المجتمع ارحم شويه من عندنا، احنا عندنا هنا مجتمع ده ممكن انا تقول لها ايه اللي في وشك ده، مجتمع الانف الطويل، كل واحد بيدس انفه في حياه التاني. فده بيبقى عذاب بالنسبه دي. اول نقطه يعني الحبوب تاثيرها على النفس. النقطه الثانيه بقى النفسيه نفسها لما بتبقى فيها توتر تعمل حبوب يعني في الاتجاهين. فالجزء ما هي دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها، يعني في بعض البنات بنديهم مهدئات ساعات في بعض الاحيان عشان اللي هم قال ان دي ناتجه عن التوتر، ناتجه عن التوتر، واللي هي الاكن اكسكريل اللي قلناها الفرنساوي دوت، اللي هي البنت اللي هي مثلا 20 سنه 22 سنه وحساسه وخجوله قوي ورقيقه كده وما تقدرش تروح الجامعه مثلا وهي عندها حبايه، فتقعد تقشرها، فلما تقشرها تعمل اثر اكتر فتقعد في البيت اكتر، فدي لازم تاخد حاجه نفسيه مع العلاج الدوائي،
ده بيأكد ان احنا الموضوع مش دهانات بحطها وخلاص. هي الناس اللي عندها مشكلة او حب الشباب او عندها الحاجات اللي بتبقى ملتهبة يعني رؤوس ملتهبة كده، ده حقيقي انه فكرة ما يتعرضوش الشمس؟ يعني في ناس تقول لهم لا انتوا ما تخرجوش في الشمس، ده صح ولا غلط؟ دي صح طبعا، نسبيا صح جدا. في نوع برضو من الحبوب موصوف في الناس بتوع الاسكندنافيانز بتوع السويد والنرويج، عشان هناك الشمس ما فيش تقريبا عندهم وما فيش رطوبة، لما يروحوا إيطاليا أو الدول الأوروبية الجنوبية ناحية البحر وفي رطوبة والحرارة أعلى بيجي لهم فعلا كده، يعني فعلا بصورة أكيدة الشمس والرطوبة تزود، يعني تقول لي في المصيف بيزيد قوي لأن الحرارة والرطوبة بتسد المسامة بتاعة الجلد. بس هنا بنضطر ندي حاجة للحماية من الشمس، سان بلوك، بس لازم يكون سان بلوك غير دهني عشان ما يعملش عشان ما اكتر، عشان ما يعملش هو نفسه مشكلة. بالضبط. فهي ده بكل اسئلة حضرتك مهمة، ليه؟ لانها كل واحد فيهم بيبين ان لازم التعامل من خلال طبيب، ان ما فيش واحدة زي التانية. يعني وانا مش من نفسي اروح انا اشتري سان بلوك من الصيدلية او مثلا صاحبتي اتحسنت على دهان، دي اخطر حاجة من قبلها بقى. صاحبتي اتحسنت على دهان معين ضيع لها الحبوب، اروح انا واخدة نفس الدهان ده حطها. في طبعا كارثة تانية بمناسبة الدهانات اللي هي حضرتك قلتي عليها، طب اروح انا للصيدلي ارخص بدل ما اروح للدكتور وبتاع. في كريمات كورتيزون بقى. كريمات الكورتيزون دي اخطر ما يمكن، ويمكن من اهم الحاجات اللي البنات والسيدات تعرفها من الحلقه دي ان كريمات الكورتيزون دي خطيره جدا. ليه؟ لان هي لما الواحده بتحطها يكون عندها حبيتين او ثلاثه بيروحوا خالص، ولو عندها بقع ممكن تتحسن شويه، بس بعد اسبوع الحبايه او الاثنين اللي راحوا يرجعوا سته او سبعه. هي دي بقى، وانا ما بقاش عارفه ان الكريم فيه كورتيزون إيه. فاروح حاطه ايه الكريم اللي حسن لي الاثنين بتوع اول مره، صح. الاقي السته بقوا 12، فبتجيلي البنت بقى اقول لها انت حاطه كريم فيه كورتيزون. طبعا مش هنقدر نقول الاسماء التجاريه، لكن ده يقول لنا ان اي بنت او سيده ما تحطش كريم على وشها الا من خلال وصفه طبيه، يكون دكتور امراض جلديه اللي وصفه. يعني ده في حد ذاته ليه؟ لان هو بيعمل حاجه يعني خطيره جدا، ان هو بيحسن الحبوب اول ما تحطها كريمات الكورتيزون، بس بيخليها تزيد قوي بعد كده. فبتضطر تحطها، ما هو ده اللي حسني اول مره، فبتدخل في حلقه مفصله، دايره خداع يعني. فبتيجي البنت وشها كله حبوب او ظهرها كله حبوب، اقول لها انت حطيتي كريم كذا اللي فيه كورتيزون. طبعا كريمات اللي فيها كورتيزونات كتير قوي، وطبعا ما اسمهاش كورتيزون باي نيم كده، ممكن اسماء كتيره قوي، وده يخم يعني ما يبقاش مكتوب عليه انه كورتيزون، هو كريم بتجيبه من الصيدليه صاحبتها جابته وعمل معاه وحسنها. هو ممكن تكون شافت صاحبتها بعد كده او قلت لها انا اتحسنت عليه، بس بعد كده الحبوب زادت، هي ما بتكملش بقى القصه. وفي كمان يا دكتور يعني انتشر على الفيسبوك اليومين دول السيلرز اللي بيجيبوا منتجات مستورده، سيرم معرفش بحطه كام ساعه على وشي بشيله فبيشيل الحبوب وبيشيل اثار الحبوب. ده كوارث، كوارث. مفيش حاجه طبيا ولا علميا خالص في الطب ان انا احط حاجه اللي هي التخلص من حب الشباب في 3 ساعات، ايوه، ازاله شعر الجسم كله في ساعه واحده. طبعا نسمع الكلام ده طبعا نضحك، لانه طبعا طبيا ده عكس كل القواعد الطبيه، كل ده نصب. هي زي ما اقول لحضرتك دي بقى مسؤوليه البنت او السيده اللي بتسمع كلام الناس دي. لا، بره الموضوع ده محدد، عشان كده احنا عاملين حلقه للتوعيه الحقيقه. اي تمام. طيب انا دلوقتي عندي مشكله حب الشباب وسايبه اثار وسايبه بقع وسايبه حفر، يعني انا بشوف بنات من كتر الحفر اللي عندها تحس ان وشها مشوه. في حلول بقى حديثة لعلاج ده زي ايه؟ في علاج ضوئي بيقلل المحتوى البكتيريا شوية اسمه البلو لايت او الضوء الازرق، ده بيقلل المحتوى البكتيريا بتاع الوش. احنا بندي مضاد حيوي بالفم لازم، وبنديه لمدة طويلة، وساعات ندي ادوية تقلل الدهون بتاعة البشرة نفسها، كل حالة غير التانية. بالنسبة للاجهزة الحديثة في ممكن اجهزة الضوء، الضوء دي بتقلل البكتيريا وبتقلل الالتهاب اللي في الاصابات، يعني دي في مرحله وجود الاصابه نفسها. لو في التهاب اصابه جامده او التهاب جامد تضيع الالتهاب والاصابه. في بقى بالنسبه للليزر ينفع بقى في حالات اللي هي سابت اثار دائمه بقى، يعني خلاص البنت جات وعالجناها وما بقاش يطلع لها حبوب جديده خالص وفضل الحفر بس، هنا ممكن الليزر يعمل نتيجه حلوه قوي.
بيمنعها بنسبة كم في المية؟ يعني بنسبة من 70-80%. طب ده كويس جدا. كويس جدا. وممكن في الحالات العميقة قوي بندي فيلر برضو، بنملى الحتت الفراغات العميقة قوي مطرح الحبوب لما تكون حبوب كبيرة. بس أهم نقطة هي الالتزام بالنهاية، ما تعملش ما تقربش لبشرتها غير من خلال دكتور. هايل. طيب في حاجات منتشرة كده في عيادات التجميل بنسمع عنها، حاجات اسمها فراكشن ليزر وحاجات على هذا القبيل. يعني الحاجات دي لما بنشوفهم هم بيستخدموها بتبقى سايبة علامات في الوش، بيقولوا انه بعدها الموضوع الاثار بتاعت الحبوب بتختفي. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ هي فكرتها انها بتعمل نوع من التقشير. كلام مظبوط فعلا، هو بيعمل نوع من التقشير. هو الهدف ايه؟ انه يعمل نوع من التقشير بتاع البشره. هي بتبقى الاثر بتاع الحبوب داخل لجوه شويه كده، عامل زي حاجه داخله لجوه. فلما بيعمل تقشير بيعمل مساواه لسطح البشره، بيعمل تقشير سطحي شويه اللي هو الفراكشن المقصود بيه انه بيقسم، يعني بيخلي البشره تتشال طبقات السطحيه بتاعتها منها، فبالتالي فالجزء الغائر اللي جوه ده بيبقى اقل في مستوى الغائر، انه يبقى غائر يعني يقرب من السطح شويه. في دي فكره التقشير، او فكره سواء التقشير الكيميائي بنستخدمه ساعات في الحالات البسيطه او لو كان في بقع، وفكرة الليزر فعلا بنعمل بالأثار دي وبتجيب نتيجة حلوة برضه. بس ده برضو عند دكتور، لازم دكتور، مش عيادة تجميل. لا 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 خالص. ولا مركز تجميل، ولا احنا بقينا بنشوف كوارث دلوقتي، بقينا نلاقي كوافيرات جايبين ما كان إزالة الشعر والليزر بتاع إزالة الشعر والحاجات دي كلها، وبعدين يعمل حروق ونرجع يعمل حروق وترجع ندور على حل. ترجع تروح للدكتور بعد، أو يكون الشعر ده دلالة على حاجة داخلية. طبعا الكوافير هيفهم ايه في اي حاجه؟ ولا حاجة. هو متصور ان هي زي ما بتروح تسرح شعرها راح تشيل الشعر الزائد. لا، ازاله الشعر الزائد ده لازم من خلال عياده طبيب جلديه فقط، لانه ممكن الشعر الزائد ده يكون علامه على حاجه مهمه قوي تتصلح الاول وتتعالج قبل ما ايه نشيل الشعر بالليزر. عيادة حضرتك الحقيقة يعني بتتميز إنها متطورة طول الوقت، الأجهزة فيها حديثة على قدر عالي جدا من النظافة، وده شيء مهم جدا. فعايزين نعرف من حضرتك الأجهزة الحديثة اللي بتتعاملوا بيها اليومين دول. طبعا أول حاجة إنه دي نقطة مهمة قوي بشكر حضرتك عليها. شكرك. التعامل مع بشرة السيدة أو الفتاة، أي حاجة بنستعملها سواء مثلا فيلر او بوتوكس، او سواء مثلا في الليزر لاثار حب الشباب، او للشعر اللي بيبقى في الوش او في الجسم المصاحب للحبوب، اي حاجه بنتعامل فيها مع الجسم لازم بتكون بتمر بمرحله بنسميها مرحله تعقيم مش نظافه. وهنا في فرق شاسع، يعني ممكن واحده تروح، وطبعا التعقيم ده اللي بيفهم فيه الدكتور مش الكوافير خالص. الكوافير اخره نظافه او يحط شويه ديتول او كحول، ده اخره. الدكتور بيبقى فاهم طالما انا بتعامل مع جسم البنت دي حتى لو بابره انسولين رفع كده، طالما في اختراق للجسم، وهنا برضو الحاجات البنات بتروح تعمل تاتو ومش عارف ايه، اي حاجه بتخترق الجسم حتى لو اختراق بسيط، لا والبادي كير والحاجات دي، البادي كير والحاجات دي لازم تكون تعقيم اوضه عمليات في فرن اسمه اوتوكلاف بتاع اوضه العمليات. احنا بره الكوكب طبعا، احنا بره الكوكب خالص. هي بقى بتلاقي حاجه شيك كده، وواحده بقى بتكلمها بالاغ او بتكلمها بتكرم عينك ومش عارف ايه، اللي هم مفتاح الدخول للبنات والسيدات. فلما تكلمها بالاغ وتلاقي الادوات شيك كده، وتلاقي صالون نظيف مستقبلها ونسكافيه وحاجات كده، فايه خلاص بقى تسلم لها نفسها. لا طبعا، هم ما عندهمش فكره عن التعقيم. فاول حاجه في العياده في التعامل مع الامراض الجلديه هي التعقيم اصلا بتاع الالات. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا الات لعلاج حب الشباب اللي موجود دلوقتي وتقليل اثاره، وآلات كمان ليزر لإزالة الأثار بتاعت حب الشباب أو للشعر المصاحب له. إزالة الشعر المصاحبة للحبوب قد تكون هي العلاج كمان بتاع الحبوب، لأن ساعات بيجي في حتت فيها الشعر البنت بتقولي كل ما أجي أعمل إزالة الشعر مثلا من الأرم بيتس أو حاجة يحصل حبوب كتير، يزيد أكتر الحبوب. فهنا بيبقى الليزر هنا بقى مش تجميل بس، ده حاجة علاجية لازم نعملها علشان ما تطلع لهاش الحبوب. وبالنسبة للرجالة في عندهم الشعر بتاع الصدر ده ساعات بتطلع فيه حبوب دهنية عميقة جدا ويسيب أثر سيء جدا، أو اللي بيحلقوا دقنهم في حتت هنا تلاقي الراجل مليانة حبوب،
هنا برضو فكرة خاطئة. فالولد أو الشاب من دول يقول لي أنا بطلت أحلق دقني علشان بيطلع لي حبوب. عدم حلاق الدقن هو اللي بيطلع حبوب زيادة، لأن الشعر لما بيطول بيدخل جوه الجلد ويطلع الحبوب زيادة. فبقول له لا، أنت تحلق دقنك بس تحلقها في مواعيد منتظمة، يعني كل يوم كل يومين. كل ما هتتأخر في حلقتها الشعرية بتطلع طويلة، وفي ساعات بقى بنحتاج نعمل ليزر للحتة اللي تحت دي في عند الرجالة علشان لحد هنا كده، عشان دي بتبقى دايما فيها حبوب وبيبقى الشعر اتجاهه مش مظبوط. طيب جالي سؤال بخصوص المكن الخاص بإزالة الشعر، سواء بقى للرجالة أو للستات. ده ممكن يبقى سبب من أسباب حب الشباب مثلا أو اللي بتطلع الحبوب؟ لو ممكن طبعا، لو هي مش استعملتها كذا مرة طبعا. دي طبعا دي لأن البكتيريا بتتراكم بسهولة جدا عليها. الحاجة التانية وخصوصا ان بيبقى فيه إصابات خفيفة للجلد بالموس بتاعها، فأي بكتيريا بسيطة مع فتح صغير في الجلد حتى غير مرئي فتعمل مشكلة فتدخل الميكروب جوه جلدها. فطبعا زائد عدم الانتظام المواعيد، زائد لما ساعات الشعر بيبقى كثيف او اتجاهه غلط، في الحالة دي لازم نعمل ليزر بقى. لان مهما حلقت او مهما حلق الشعر بيبقى المكان الشعر هيطلع حبوب لازم. فالحل ان احنا نشيل الشعر اصلا. طيب نصيحه اخيره بقى يا دكتور، يعني كلنا بنحب انه وشنا يبقى صحي ونظيف وبنستخدم حاجات يعني تكون الى حد ما صحيه. البنات اللي عايزين يهتموا ببشرتهم، هل في خطوتين ثلاثه نقدر نقول لهم يعملوا ايه؟ يغسلوا وشهم بايه حتى اول ما يصحوا؟ يحطوا ايه؟ غسيل الوش اي ميه او صابون عادي خالص، الميه الدافيه او الصابون، مش فيش حاجه مميزه عن التانية. كل اللي بنسمعه ده تحليل بضاعه عشان يغلوا اسعار الحاجات وخلاص، ولا الغسول الرغوي ولا الغسول الجل ولا الكلام ده، كل ده كلام فارغ. ولا غسول بالنهار وغسول للليل وغسول للظهر وكلام فارغ ده. لازم تحط سان بلوك بس من خلال دكتور بيحدد اذا كان دهني ولا سائل. تمام. وبيحدد كمان حسب سنها وحسب نوعيه البشره بتاعتها. تهتم قوي بان هي تعمل تحاليل الحاجات اللي بتاثر داخليا على البشره والشعر والاظافر، صوره الدم، مستوى الحديد في الدم، مستوى هرمون الغده الدرقيه، دي من الحاجات المهمه جدا، ومستوى فيتامين د. لازم تعمل الاربع تحاليل دول تبقى مطمنه انهم سلام. ساعات ممكن تبقى المشكله كلها ان عندها نقص في الحديد مثلا بالزبط. او بس كده. أنا بشكرك جزيلا يا دكتور، أنا شخصيا استفدت وحقيقي قلنا معلومات كتير قوي. اتضح إن الموضوع سهل، يعني سهل إننا نعتني ببشرتنا بدون تكلفة عالية. إحنا بس محتاجين نفهم يعني نعمل إيه ونستخدم إيه. شكرك جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور. أستاذ دكتور حامد عبد الله حامد، أستاذ الجلدية والتناسلية والعقم طب القاهرة، شرفتنا يا فندم، نورتنا. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة، الأسبوع الجاي إن شاء الله على ميعاد جديد وصحتك. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية